أهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة احترف برنامج وورد. في هذا الفيديو راح نتعرف كيفية إدراج جدول إكسل بداخل برنامج وورد. طبعا عملية سهلة جدا ومفيدة للغاية. حتى نضيف جدول إكسل بداخل برنامج وورد يجي إلى صفحة إدراج ومن ثم جدول ونختار جدول بيانات إكسل. راح يتم إضافة ورقة إكسل بداخل برنامج وورد ايضا مع فتح نافذة خاصة ببرنامج اكسل لغرض عمل المعادلات والدوال. اذا لاحظ انه الورقة تكون من اليسار الى اليمين، طبعا بامكان ان نخليها من اليمين الى اليسار باللغة العربية من خلال تخطيط الصفحة ونختار ورقة من اليمين الى اليسار. طبعا بشكل مباشر راح نملأ البيانات. طبعا حتى نضيف المجموع لهذه الدرجات راح نحدد الخلية اللي يريد نضيف بها الناتج، ومن الصفحة الرئيسية جمع تلقائي نختار المجموع. راح يطلب من عندنا تحديد البيانات اللي يريد نجمعها، طبعا اللي هي عربي فيزياء رياضيات، ومن ثم موافق. طبعا بامكاننا نجري عمليات الجمع للبقية من خلال نضغط على علامة الهاندل بهذه الطريقة. الان اريد نضيف المعدل بهذه الخلية، طبعا من الصفحة الرئيسية جمع تلقائي راح نختار المتوسط اللي هو المعدل، وطبعا راح نحدد الدروس فقط وليس المجموع، فقط الدروس، ومن ثم انتر. طيب ايضا راح نجري عملية الهاندل حتى نجري بقية المعدلات. طبعا اذا لاحظ عندنا المراتب العشرية كثيرة بامكاننا نقللها من خلال تحديدها، وطبعا من الصفحة الرئيسية بامكاننا نقلل المراتب العشرية بهذا الشكل. بعد ما نكمل عملية إدراج البيانات وعمل المعادلات الحسابية نضغط دبل كليك بأي مكان ببرنامج وورد بهذه الطريقة. لاحظ أنه أصبح عندنا جدول إكسل ولكن بداخل برنامج وورد.